تشاهدون في هذه الحلقة من برنامج شؤون سياسية. محور حلقتنا لهذا اليوم الانتخابات الأمريكية المقبلة، ونظرة عن سياسات المرشحين هاريس وترامب وتأثير فوز أحدهما على منطقة الشرق الأوسط. ضيوفي لهذه الحلقة المراقب للشأن السياسي الأستاذ منهل آل غرير، وسينضم معي عبر السكايب المراقب للشأن السياسي الأستاذ محمد عباس. اللوبي الصهيوني أيضا في الخارج بدأ بالآونة الأخيرة يشتغل مع الحزب الديمقراطي، يعني باختصار أنه قد يكون كاميلا هاريس ما عنده مشروع وما تعرف شو تسوي، يعني هي تنجابوها بديل مقبول لبايدن، لكن الحزب الديمقراطي ايش حيسوي؟ وايضا عنده ادواته وعيشتغل على هالادوات. برنامج شؤون سياسيه ياتيكم في الاوقات التاليه